المواطنين خصوصا البيضاويين راه تجاوبوا معنا في السنوات الماضيه، راه قلتها وسبق وقلتها، لا السنه الماضيه لا السنه اللي قبل منها تجاوبوا معنا البيضاويين الحمد لله في هذا الاطار هذا، وحتى وداروا كاع ديك النفايات كلها وديك لي زابا سميتو مخلفات ديال العيد داروهم في الاكياس، وكاين منهم حتى اللي نظفها من ديك الدم باش يسهل المأموريه على رجال ونساء النظافه العمال ديال النظافه مساكن اللي كيقوموا بواحد العمل جبار، ومن المنابر ديالكم كنحيوهم وكنحيوهم كثيرا، حيت راه الناس راه كنشكروهم، راه ما يمكنش الناس خارجين مساكن يوم العيد كيخرجوا ينظفوا لنا المدينه باش تكون في العشيه كتكون نظيفه، لهذا خاصنا نتجاوبوا معاهم. البيضاويه مشكورين في هذا الاطار هذا، والبيضاويات كيتجاوبوا معنا في هذا الاطار، كنتمنى هذه السنه هذه تجاوبوا معنا ويعرفوا هذوك الناس راه كما قلت كيخليو عائلاتهم ويخرجوا يعيدوا. الشاحنات 1080 اله وشاحنه، ملي كنقول اله هما ديك التراكسات اللي كيهزوا ديك الزبل كيهزوه بزاف حيت كيتراكم وكيكونوا كنديروا راه ما قالهاش ما سمعتوهاش مزيان، كندير واحد نقاط تجمع باش ما يبقاش عندنا مشكل، كنتسنى الشاحنه حتى تمشي وعاد تجي، كنديروا في كل مقاطعه كنديروا نقاط تجمع اللي كنحطوا فيها ديك الزبل، عاد كنبداو نهزوهم في الشاحنات اللي كيتكراو اللي كيتم الكراء ديالهم اللي كينضافوا للشاحنات اللي ديال الشركات لا ارما لا افيردا، وهذه مهمه بالنسبه لينا كتسهل علينا المأموريه. مناسبة عيد الأضحى سنة 2024 في الشركة ديال أفيردا، هذا العيد العاشر عندنا في مدينة الدار البيضاء، كان تم تقييم ديال عيد الأضحى ديال سنة 2023، شنو نقاط القوة اللي كانوا عندنا وشنو النقاط اللي خصنا نحسنوا لهذه السنة ديال 2024. فبالنسبة للموارد البشرية فغيكون أكثر من 3000 عامل اللي جاهز باش يشتغل 3 أيام ديال العيد، كذلك أسطول ديال الشركة اللي هو متكون من 364 شاحنة وآلية، وغيتم الدعم ديالو بأسطول ديال الكراء ابتداء من الجيموانزان اللي هو يوم الأحد بواحد 399 شاحنة وآلية ديال الكراء باش يتم تسريع ديال جمع النفايات ديال عيد الأضحى في أسرع وقت. فكيف ما جرت العادة فكل سنة الشاحنات ما تطلعوش للمطرح العمومي، فكيتم لجوء لنقاط التحويل اللي كتكون في كل مقاطعه باش كيتم تسريع ديال العمليه ديال جمع النفايات في اسرع وقت. دونك هذه السنه هذه دونك الجديد مقارنه مع السنوات الماضيه فغيتم كمان كذلك الشغال صبيحه يوم العيد، فغيخرجوا شاحنات من 6 الصباح حتى 12 باش نواكبوا لا سورتي ديال لي ديشي، او ميم طون يكونوا لي كاميون ديالنا تيديروا لا كوليكت وكيجمعوا النفايات ديال عيد الاضحى، وعاد غيخرج ليكيب ديال لابخي ميدي اللي غيولي يخرجوا مع الوحده ابتداء من ليله العيد. فغيبدا الغسل ديال جميع الحاويات ورش ديال ماده الكلور في محيط ديال الحاويات، وان شاء الله جي بلس ان الصباح ترجع مدينه الدار البيضاء والبيضاويين يشوفوا المدينه ديالهم نظيفه كيف ما هي ديما. في إطار استعدادات العيد الأضحى المبارك 2024 قامت شركة أرمام بتوظيف مجموعة من الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية للتغلب على كمية النفايات اللي كتخرج في ظرف الثلاثة أيام نتاع العيد. حنا في البرنامج اللي وضعناه للتغلب على كمية النفايات اللي كتخرج كما كتعرفوا الدار البيضاء كتعرف تقريبا في المنطقة الأولى والمنطقة الثالثة خروج تقريبا واحد الكمية نتاع واحد 15000 ما بين 15000 و 20000 حسب الإحصائيات تاع السنة الماضية. هاد 15000 و 20000 طن اللي كتخرج في ظرف هاد 3 أيام التغلب عليها، قمنا بإضافة تقريبا واحد 400 عامل مؤقت اللي غادي يخدموا معنا في هاد 3 أيام التغلب على كمية هاد النفايات. فيما يخص الإمكانيات اللوجستيكية قامت الشركة كنتوجهوا لشاحنات الكراء من أجل التغلب على كمية النفايات الكبيرة اللي كتخلق في ظرف هاد 3 أيام، ومن أجل تسريع العمل غادي نقوموا ان شاء الله باحداث واحد نقطتين للتحويل. هاد النقطتين التحويل وحده غتكون على مستوى القريعه، النقطه الثانيه غتكون على مستوى الحنطات. هاد النقاط هي نقاط التجميع وكيخواو في ظرف تقريبا 24 ساعه من اجل التغلب على الكميه. وشكرا لكم.
اليوم يعني المنظمه ديال المجتمع المدني صد نخارط بدورها يعني في المساهمه من اجل مدينه نظيفه، خاصه يعني احنا اليوم مقبلين على عيد الاضحى. تنعرفوا يعني عيد الاضحى شي شكل واحد المحطه يعني مهمه لدى المواطنات والمواطنين، وكذلك يعني تتكون عنده مجموعه من انعكاسات خاصه في الجانب ديال النظافه. يعني اليوم تنتمنى من الفعاليات المجتمع المدني انها تساهم بدورها في التوعيه والتحسيس، وكذلك انها تبلغ بالنقاط السوداء او النقاط اللي تشكل قلق لدى الساكنه لدى المصالح المختصه من أجل يعني النظافة ديال هذه الأحياء والنظافة ديال المدينة.